قبل ما أحكي أي إشي، ما في طريقة 100% بتحكي لك أنت مصاب بالكورونا أو لا إلا عن طريق الفحص. بشكل عام الفيروسات لما تصيب الجهاز التنفسي بتصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، عشان هيك بصير عندك أعراض: دموع في العين، سيلان بالأنف، التهاب الحلق وما إلى ذلك. ولكن كورونا فيروس بيختلف من ناحية إنه في معظم إصاباته بيصيب الجهاز التنفسي السفلي، يعني أعراض المريض لما يحكي لك أنا عندي أعراض كورونا بتكون أعراض إلها علاقة بالجهاز التنفسي السفلي أكثر من الجهاز التنفسي العلوي. يمكن ما يحكي لك عندي وجع بالحلق، ما في عنده تدمع بالعينين أو سيلان بالأنف، يمكن يحكي لك أنا عندي كحة، يمكن يحكي لك إن عندي حرارة، عندي ضيق في التنفس. هاي الأعراض أكثر ماشية مع فيروس الكورونا من غيره من الفيروسات. تم عمل مسح لكل الناس اللي كانت عندهم أعراض من الكورونا، وكان 99% من هؤلاء الناس عندهم ارتفاع في درجة الحرارة. فإذا أنت عندك أعراض ومش عارف إنه هل هاي كورونا أو لا، الحرارة أول شغلة ممكن تساعدك. إذا ما في عندك ارتفاع في درجة الحرارة 99% مش كورونا. النقطة الثانية، الناس المصابين بالكورونا وتم فحصهم وكان فحصهم إيجابي 99% تقريبا، كان عندهم علامات التهاب في الصور الطبقية اللي انعملت لصدرهم. بالتالي ممكن تستفيد من هاي النقطة من ناحية ثانية. إذا أنت بتعرف حدا عنده قدرة وبيعرف يسمع، يستخدم السماعة الطبية يجي يسمع لصوت صدرك، إذا كان الصوت طبيعي